كان بعض السلف يقول من أسباب أو من الدلائل التي تدل على قبول الدعاء أن يجد العبد قوة اليقين في الله سبحانه، فإذا دعا أحس كأن الله استجاب دعاءه من قوة اليقين، حتى قال بعض السلف: والله إني لأوثق بما عند الله مما في يدي. وهذا مراده قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى، أي أنني حينما أسأله وأرجوه جل جلاله أرجوه بقلب موقن لا يعرف سواه ولا يرجو عداه. فإذا كتب الله للعبد هذه المنزلة الشريفة وهي كمال التوجه وكمال الإخلاص وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حكيم. ولذلك إذا وقفت في أي كربة ونكبة ووجدت أن الأمور استغلقت وأن الأبواب أقفلت وأن الوسائل كلها عجزت، فاعلم أن الله ينبهك بهذا أن تزداد يقينا به سبحانه وتعالى. كل ما وجدت في الكربة والنكبة والشدة، والشيطان من خبث الشيطان أنه في مثل هذه المواقف الصعبة الحرجة يخذل العبد فيقول له: كيف يستجيب الله لك وأنت مذنب؟ وكيف يستجيب الله لك وقد فعلت وفعلت؟ ومن أنت حتى يستجيب الله لك؟ ولربما والعياذ بالله شككه في قدرة